السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. اليوم إن شاء الله عندنا درس جديد في اللغة الإنجليزية. غادي نشوفوا مع بعضياتنا ما يسمى بالـ Adverbs of Frequency، ولا كيسميهم بالـ Frequency Adverbs، يعني كيتقولوا بهاد جوج طرق: Adverbs of Frequency ولا Frequency Adverbs. أوكي، دونك الـ Adverbs of Frequency هما واحد العبارات اللي هما كتشوفوا هنايا كالتالي، اللي كيتستعملوا يعني مع السيمبل بريزنت. اوكي، وهما يا كيعبروا على الفريكوينسي، يعني على التكرار، يعني شي حاجه ولا شي عاده ولا شي اكتيفيتي اللي كديرها، وهنا كتحدد شحال كديرها. واش كديرها 100%، 80%، 60%، يعني كل عباره عندك البورسونتاج ديالها. اوكي، سو دونك عندنا الفيرست ادفيرب اوف فريكوينسي اللي عندنا هنايا هو اولويز. Always يعني always، يعني دائما، شي حاجه اللي كديرها دائما، تقدر ديرها يوميا. اوكي، سو هنا كنعبروا عليها ب 100%. اوكي، سو I always for example go to school. غنشوفوا الامثله من بعد. Usually، اوكي، the second adverb of frequency اللي هو usually. اوكي، usually واللي نقدروا نترجموه في اللغه العربيه باحيانا، يعني احيانا، وكنعبروا عليه ب 80%، يعني شي حاجه اللي كديرها 80%. فور اكزامبل اي يوزوالي جو شوبين، كنمشي اي يوزوالي جو شوبين، يعني كنمشي كنتقدى كنشري حوايج كنشري شي حاجه. اوكي، عندنا ذا فيرست ادفيرب اوف فريكوينسي هو اوفن. اوفن اللي كنعبروا عليه ب 60%، اي اوفن يعني اللي نقدروا نترجموه بالعربي يعني في بعض الاحيان، في بعض الاحيان يعني كندير شي حاجه، كندير شي اكتيفيتي. سو اوفن شي اكتيفيتي اللي كديرها يعني اوفن في بعض الاحيان. من بعد اوفن ذا فورث ادفيرب اوف فريكوينسي اللي هو sometimes في بعض الاوقات، يعني في بعض الاوقات، يعني 40% اكتيفيتي اللي كنديرها 40%. اوكي، ومن بعد عندنا rarely. اوكي، rarely هي واحد الاكتيفيتي اللي كديرها غاغمو، كديرها نادرا، يعني وكنعبروا عليها هنا ب 20%، واحد الاكتيفيتي اللي كديرها 20% فقط. اوكي، من بعد عندنا never اللي هي ابدا 0%، شي حاجه اللي ما عمرك درتيها، ما كديرهاش ابدا. اوكي، شي اكتيفيتي اللي عمرك درتيها. اوكي، سو كما قلنا هاد adverbs of frequency كيعبروا لينا على الفريكوينسي اللي هو التكرار، يعني شي حاجه اللي متكرره اللي كنديروها على حسب الاكتيفيتي ديالنا، سواء كنديروها 100% وكنستعملوا معاها always، شويه سواء كنديروها 80% وكنستعملوا معاها usually، يعني على حسب الدرجه ديال ديك العاده اللي كدير ولا الاكتيفيتي، واش كديرها كل نهار ولا sometimes يعني في بعض الاوقات، ولا often في بعض الاحيان، ولا rarely يعني 20%. اوكي، سو هاد adverbs of frequency كنستعملوهم فين؟ كنستعملوهم في المضارع البسيط. علاش؟ لان المضارع البسيط كيعبر لنا، ولا simple present كيعبر لنا على واحد العاده، وتكرار تكرار العاده ايضا كنستعملوه فاش عندنا واحد العاده اللي كتكرر. For example I go to school every morning، كل صباح كنمشي للمدرسه. اوكي، سو ذس از هادي اتس ا frequency، اتس ا habit، واحد العاده اللي كتكرر. It's frequent يعني متكررة. Okay, so that's why هاد adverbs of frequency كيعبروا لنا، they express هاد الفريكونسي، كيعبروا لنا على التكرار، ودائما كنستعملوهم مع لو طون ديال simple present. Okay, دابا غادي نمروا مع بعضياتنا، غادي نمروا الأسئلة، سوري غادي نمروا لبعض الأمثلة. إذا هما الأمثلة اللي عندنا هنايا، المثال الأول I usually، شو قلنا usually هي أحيانا، I usually go to the cinema. Okay, I usually go to the cinema. I usually go to the cinema. Okay, دونك هادي 80%، يعني دائما تقريبا يعني احيانا كتمشي للسينما. Okay, they never ابدا they never smoke cigarettes. They never smoke cigarettes. Repeat. They never smoke cigarettes. ابدا انهم ما كيكموش cigarettes. Okay. احمد is
always هو دائما is on time. On time شي واحد اللي on time يعني شي واحد اللي كيجي مع الوقت، يعني شي واحد اللي هو punctual. Punctual يعني شي واحد كيحترم الوقت وكيجي في الوقت. أحمد is always on time. Okay. Maria is rarely. Rarely هي نادرا. Maria is rarely late. يعني نادرا ماريا هي كتكون نادرا late. يعني نادرا ما كتكون ماريا كتجي معطلة. نادرا جدا يعني rarely يعني 20%. اوكي دونك عندنا الادفيربز فيكم. في حنا بغينا نشوفو هنايا شنو بغينا نشوفو، نشوفو فين تحطو البلاصه اللي تحطو ديالهم، يعني البوزيشن ديالهم الموقع ديالهم فين تحطو، واش قبل الفيرب افتر فيرب، فين تحطو باش نعرفو فين نقدروا نحطو هاد الادفيربز اوف فريكوينسي. دونك اولا غنشوفو هاد الجوج الجمل، نركزو عليهم الاولانيه. هاد جوج الجمل الاولانيه شنو كنشوفو فين هما الادفيربز اوف فريكوينسي؟ بعدا في الجوج الجمل الاوليه. دونك الجوج الجمل، الجملة الأولى الادفيرب اوف فريكوينسي هو هذا يوجولي، وفي الجملة الثانية الادفيرب اوف فريكوينسي هو نيفر. داكوغ دونك هاد الادفيرب اوف فريكوينسي فين محطوطين؟ واش قبل من الفيرب ولا افتر ذا فيرب؟ فين هو الفيرب؟ بعدا. ها هو الفيرب، فيرب تو جو يعني ذهب. وفي الجملة الثانية الفيرب هو سموك، يعني هي يسموك. اوكي يعني الواحد يكمي سموك. Good. So, I usually go to the cinema. They never smoke cigarettes. Okay? إذن, go and smoke هما الverbs. والadverb of frequency جاو قبل من الverb. جاو قبل من الverbs. Okay? يعني الadverb of frequency فاش كيكون عندنا الverb المين verb يعني الفعل الاساسي، اوكي دائما الادفيرب اوف فريكوينسي كيجيو قبل منه. اوكي كيجيو قبل منه. اوكي نشوفوا دابا لي زيكزامبل الثانيين. عندنا احمد is always on time، وعندنا Maria is rarely late. اوكي دونك فين هو الverb بعد في هاد الجمل بجوج؟ فين هو الverb؟ الverb هو is، والverb في الجملة هاد الأخرانية هو is اللي هو auxiliary to be. ردوا معي البال auxiliary to be، راه تعرفوه I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. هادوك هما هادو هما هو الverb to be. أوكي فين جا الadverb of frequency في هاد لوكا؟ في هاد لي دوكا الadverb of frequency جا من بعد من verb to be، يعني جا من بعد الفيرب. اوكي جا من بعد الفيرب. اذا شنو هو الاستنتاج اللي نقدروا نقوله؟ الاستنتاج اللي نقدروا نقوله هو الادفيرب اوف فريكوينسي فاش كيكونوا عندنا الافعال العاديين بحال جو بحال سموك بحال هاف بحال ايت اي فيرب من غير الاوكزيليوري، من غير هاد الفيرب تو بي، كاع الافعال الاخرين دائما الادفيرب اوف فريكوينسي كيجي قبل الفيرب. however فاش كيكون عندنا الverb to be في هاد الحاله فقط في الverb to be، فاش كيكون عندنا الverb to be ديما في الverb to be الادفيرب اوف فريكوينسي كيجي بعد منه. اوكي ديما من بعد لو verb to be ولا الاوكزيليوري to be ولا الفعل المساعد to be. اوكي نعاود عاوتاني نفسر. عندنا الاوكزيليوري to be ياك ولا الفعل المساعد to be، الادفيرب اوف فريكوينسي دائما كتكون من بعد من لو فيرب، من بعد منه كما عندنا في هذه الحاله هذه. ابار هذا في الافعال الاخرين كامله كيف ما بغات تكون ديما الادفيرب اوف فريكوينسي كيكون قبل من لو فيرب. اوكي دونك هذا هو، هذه هي جوج القواعد العامه اللي عندنا في الا بغينا نحطوا الادفيرب اوف فريكوينسي. اوكي دونك دابا غادي ندوزو لبعض واحد التمرين صغور باش نتستيو الفهم ديالنا. فهو هنا عندنا واحد الاكسرسايز صغور. دونك عندنا جمل، عندنا ربعه ديال الجمل. اوكي وعندنا كل جمله عندها الادفيرب اوف فريكوينسي ديالها. اوكي دونك شنو هو المطلوب منا حنايا؟ المطلوب منا حنايا هو نشوفو فين غادي نحطو هاد الادفيرب اوف فريكوينسي. اوكي دونك الجمله الاولى He listens to the radio. Okay. He listens to the radio. يعني هو كيستمع الراديو.
اوكي، وعندنا الادفيرب اوف فريكوينسي اوفن. اوكي دونك الادفيرب اوف فريكوينسي في هذا الكيس هذا واش غادي فين غادي نحطه؟ واش غنحطه قبل من الفيرب يعني بيفور ذا فيرب ولا افتر ذا فيرب؟ يعني اول حاجه خصنا نشوفوا الطبيعه ديال الفيرب اللي عندنا، واش هو مين فيرب ولا واش هو يعني فعل رئيسي ولا فعل مساعد اوكزيليري. اوكي شنو عندنا؟ فيرب تو ليسن، دونك فيرب تو ليسن از مين فيرب. اذا اش كتقول لنا القاعده؟ كتقول لنا القاعده اش كيكون عندنا مين فيرب دائما الادفيرب اوف فريكوينسي كيكون قبل من المين فيرب. دونك فهاد لوكا غادي نحطوها هنا، دونك افن غادي يكون هنا، هنا فين غادي يكون ادفيرب اوف فريكوينسي اللي عندنا هنايا اللي هو افن. سو هي often، اوكي often اللي كتعني بعض الاحيان وكتعبر لنا على 60% بعض الاحيان. هي often listens to the radio. اوكي سو هي often listens to the radio. غنمشيو للجمله الثانيه. الجمله الثانيه they watch TV in the afternoon. اوكي they watch TV in the afternoon يعني كيتفرجوا في التلفاز في بعد الظهيره، بعد الظاهره. سو هنا عاوتاني كنشوفوا الطبيعه ديال الفيرب اللي عندنا. عندنا واتش، ذا فيرب هو از ا مين فيرب، فعل رئيسي ماشي فعل مساعد، ماشي اوكزيليري تو بي. اوكي بما انه فعل رئيسي ولا مين فيرب، سو الادفيرب اوف فريكوينسي غادي نحطوه قبل من الفيرب. سو غادي يكون حتى هوايا فهاد البلاصه. دونك غادي نقولوا وعندنا never. never هي ابدا ابدا. they never watch TV in the afternoon يعني هما ما عمرهم كيتفرجوا في التلفازه يعني بعد الظهيره. اوكي يعني هذه اكتيفيتي عمرهم داروها وما كيديروهاش، عمرهم داروها وما كيديروهاش. سو غنمشيو دابا للجمله الثالثه. Tom is generous. شنو هي generous؟ يعني انسان سخي، سخي، انسان يكون سخي. Tom is generous. اوكي وعندنا الادفيرب اوف فريكوينسي usually. usually اللي هي احيانا وكتعبر لنا 80% ديال ديك الحاجه اللي كندير يعني usually. Tom is generous يعني هو سخي، يعني 80% في حياته هو ديما كيكون سخي. اوكي سو usually فين غادي نديرها؟ واش غنديرها قبل من الفيرب ولا من بعد الفيرب؟ دونك دائما كنشوف نوع ديال الفيرب اللي عندي واش مين فيرب ولا اوكزيليري فيرب. دونك الفيرب اللي عندي هنايا فيرب تو بي هو فعل مساعد. اوكي سو اتس ان اوكزيليري. اوكي ديما الفعل المساعد اوكزيليري ديما غادي نحطو، دونك غادي نحطو هنا الادفيرب اوف فريكوينسي كيكون من بعد الفيرب ما كيكونش قبله، كيكون من بعده. دونك الادفيرب اوف فريكوينسي غادي نحطو هنايا فوالا، وغادي نقول تام از يوزوالي is usually generous. okay Tom is usually generous. good غنمشيو للمثال الجمله رقم 4 والجمله الاخيره. اميره and حسنا are hungry. شنو هي hungry؟ hungry يعني فيهم الجوع. hungry okay اميره and حسنا are hungry. okay وعندنا الادفيرب اوف فريكوينسي rarely. they are rarely hungry يعني 20% يعني rarely يعني نادرا. اوكي دونك هنا فين غنحطوه؟ هنا كما كنشوفوا ديما كنشوفوا الجمله وكنفهموها مزيان وكنشوفوا الطبيعه ديال الفعل. الفعل عندنا هنا هو فعل مساعد، هو verb to be ولا auxiliary to be. اذا بما ان عندنا auxiliary to be rarely فين غادي تحط؟ غتحط after the verb بعد ال auxiliary غتحط هنايا بحال هاد في هاد المثال هذا. دونك غادي نحطوه هنايا وغادي نقولوا اميره and حسنا are rarely hungry. اوكي سو ليتس ريبيت، عاودوا معايا باش لا برونسياسيون نشدوها شويه. هي often listens to the radio. they never watch TV in the afternoon. Tom is usually generous. Amira and Hasna are rarely hungry. Okay?
دونك هذا هو الدرس ديالنا ديال الادفيربز اوف فريكوانسي. نتمنى ان يكون عليكم هذا الفيديو يكون خفيف على القلب ديالكم، وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم كما العاده، وشكرا لكم بزاف، ونتمنى انكم كتستافدوا معنا كما العاده ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، ما تنساوناش دعمونا دائما بواحد لايك، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم باش يستافدوا. ونعطيكم موعد ان شاء الله لدرس جديد ان شاء الله اخر في اللغه الانجليزيه في المره المقبله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.